النشرة الثقافية نبدأها بأبرز العناوين. الوزير الأول يشرف بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاقة أعمال مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد أول الشيخ الغزواني. مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا يناقش مواضيع مهمة أبرزها الأدب العربي ومستقبل اللغة العربية في إفريقيا. مدينة العيون حضور بارز بالثقافة والتأليف. أهلا بكم في التفاصيل. أشرف الوزير الأول السيد إسماعيل البودة والشيخ سيدية اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاقة أعمال مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وأكد الوزير الأول أن احتضان بلادنا لمؤتمر اللغات العربية في إفريقيا يأتي في سياق حرصنا المشترك رسميا وشعبيا على مواصلة الأدوار التاريخية التي نهض بها أجدادنا الشناقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الوزراء، السادة رؤساء ممثلي البعثات الدبلوماسية، السادة قادة المجامع والهيئات العربية والإقليمية، السيد رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، السادة العلماء والباحثين المشاركين، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أشرف اليوم على افتتاح مؤتمر اللغات العربية في إفريقيا الذي ينظمه مجلس اللسان العربي بموريتانيا تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أرحب بكم جميعاً ضيوف موريتانيا الكرامة بين أهليكم، وأن أسأل الله العلي القدير لكم مقاماً طيباً هنيئاً في موطنكم وموطن لغتكم التي تناديتم لتدارس أحوالها ومكانتها واستشراف مستقبلها. وبالفعل لقد ظلت اللغة العربية حاضرة في إفريقيا منذ نحو 14 قرناً كلغة للعبادة والدراسة والمعاملات والتواصل، تحمل وتنشر المعارف والقيم الدينية والحضارية السمحة التي لم تزل إلى يوم الناس هذا تعزز بفضل جهود الأفارقة أنفسهم، حتى باتت إفريقيا قلعة حصينة من قلاع الإسلام والثقافة العربية الأصيلة. أيها الحضور الكريم، يأتي احتضان بلادنا لمؤتمر اللغة العربية في إفريقيا في سياق حرصنا المشترك رسميا وشعبيا على مواصلة الأدوار التاريخية التي نهض بها أجدادنا الشناقطة الذين اتخذوا من ظهور العيسي مدرسة لنشر المعرفة وسلكوا فجاج القارة الإفريقية والعالم، ينسجون بالكلمة الطيبة والأسوة الحسنة خيوط الإخاء والتضامن بين شعوب وقبائل وأمم شتى. ويتنزل هذا الحدث بالنسبة لحكومة بلادي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة الذي أكد فيه عزمه على المضي قدما في تفعيل كل ما من شأنه صيانة وترسيخ الثوابت الوطنية التي تمثل عصب الانصهار الاجتماعي وفي صدارتها لغة القرآن. لغة القرآن حاملة القيم المشتركة بين مختلف مكونات الشعب والعروة الوثقى بين شعبنا وبين شعوب الأمة بما فيها كثير من شعوب قارتنا الإفريقية. أيها الحضور الكريم، تواجه اللغة العربية منافسة شديدة في العصر الراهن، فبالرغم من المكانة المتقدمة التي تحتلها بين اللغات العالمية فإن مستوى الإنتاج العلمي والتقني بها ما يزال دون المطلوب. من أجل ذلك يتحتم علينا جميعا وعليكم أنتم أهل الذكر والاختصاص مضاعفة الجهود لجعل هذه اللغة العظيمة تعود كما كانت في عصور خلد لغة للعلم والتقانة والصناعة والتجارة وأداة للتواصل ولتطوير البحث العلمي والابتكار ونشر المعلومة حول العالم. وفي هذا السياق فإننا نثمن التعاون القائم بين مجلس اللسان العربي وبين مجمع اللغة العربية بالشارقة بقيادة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة
ونعتبر أنه يصب في بحر العمل المشترك لخدمة هذه اللغة، فضلا عن كونه يعكس متانة العلاقات المتميزة بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما نرى أن حضور مجلس اللسان العربي في أسرة اتحاد المجامع العربية يتسق مع تطلعات بلادنا إلى تعزيز التواصل العلمي والتعاون في سائر المجالات بين أقطار الأمة. وفي الختام أجدد الترحيب بضيوفنا الأعزاء وأعلن على بركة الله افتتاح أعمال مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا، متمنيا لأعماله النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس اللسان العربي الشيخ الخليل النحوي قال إن اللغة العربية لغة مستقبل، مشيرا إلى أن الدراسات الاستشرافية أكدت أنها من بين اللغات القليلة التي ستصمد في وجه إعصار موت اللغات، وأنه لا توجد قارة اليوم تتحدث باللغة العربية أكثر مما تتحدث بها القارة الإفريقية. لا توجد قارة اليوم تتحدث العربية أكثر مما تتحدث بها القارة الإفريقية، ولا توجد لغة اليوم تحتضن من تراث إفريقيا عبر القرون ما تحتضن اللغة العربية. ليست لدينا مشكلة مع أي لغة من لغات العالم، فنحن نؤمن بالشراكة اللغوية والانفتاح، وبأن ألسنتنا تتضاعف بقدر ألسنتنا، لكننا نؤمن بأن للغة العربية ديناً في أعناقنا، وأن لها دوراً تؤديه في حاضرنا ومستقبلنا، وأنها أداة للربط بين أبناء القارة وبينهم وبين الآخرين. عبد الحميد مذكور الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية أبرز أهمية هذا اليوم الذي يعد فريدا من أيام اللغة العربية. عثرت على كتيب صغير لفيلسوف روسي هو ياخوت معروف لأصحاب الدراسات اللسانية، يحكي في علاقة اللغة بالفكر، ويحكي قصة فتاة صغيرة عثر عليها الباحثون في جزيرة بورنيو سنة 1957، تمشي على أربع مع قطيع من الذئاب. ونحن في موريتانيا عندما نقول الذئب يختلط علينا الذئب وهو اللولو بشكال الذي هو ابن أوى، وأهل اللغة هنا أدرى بالفرق بين الذئب وابن أوى. فوجدوها تمشي على أربعة، فأخذوها إلى المستشفى لأنستها، فماتت بعد ثلاثة أيام. وكانت خلاصة الباحثين، وهو بحث طويل، أن هذه الفتاة ماتت لأن ليست لها لغة تتعامل بها مع البشر. لذا خرجت بقناعة هي أن اللغة لها علاقة وثيقة بالتفكير، وهذه العلاقة تعني أنه لا يصح إطلاقا، حاولوا أي منكم يمكن أن يحاول هذا، لا يصح التفكير إلا بلغته، لا يمكن للإنسان أن يفكر إلا بلغته. إذا حاولتم أن تحصروا التفكير في فضائل عدمية فقدوا على لغتكم القومية، وإذا أردتم أن تفتحوا للفكر مجالاته أهتموا بلغتكم القومية. كانت لكم مشاهدينا كلمة الدكتور محمد الحسن لباد ضيف الشرف، الذي أكد على أن اللغة على علاقة اللغة العربية بالفكر. وفي كلمة له باسم المشاركين عبر السيد عبد القادر إدريس ميغا عن ارتياحه لهذه التظاهرة الكبرى. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإننا عملا بهذه الآية الكريمة وامتثالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نتقدم. نحن الوفود الأفريقية المشاركة في هذا المؤتمر بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات التالية: في مقام رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية ومن خلاله حكومة موريتانيا، نقول:
لكم منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على جهودكم الثمينة والقيمة من أجل إزهار اللغة العربية وثقافتها. وهذا المؤتمر خير مثال لما نقول. فلولا رعايتكم لما كلل هذا المؤتمر بالنجاح، ولو أننا أوتينا كل بلاغة وعفنينا بحر النطق في النظم والنثر لما كنا بعد القول إلا مقصرين ومعترفين بالعجز عن واجب شكركم وتقديركم. فشكرا لكم على دعمكم المستمر، ودمتم ذخرا للأمة الإسلامية أجمع. عبد الحميد مدكور الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية أبرز أهمية هذا اليوم الذي يعد فريدا من أيام اللغة العربية. هذا يمثل يوما فريدا من أيام اللغة العربية، ويمثل نصرا مجيدا للغة العربية. فإذا كانت الدولة بإشراف رئيسها الأكبر رئيس الجمهورية وبحضور الوزير الأول والوزراء يجعلون تحت رعايتهم تحت قيادتهم مثل هذا المؤتمر، فهذا يعطي للمجلس دفعة قوية في عمله، ويعطي للغة العربية مكانة في هذا المجتمع، ويعطيها جهداً ممتداً إلى آفاق خارج نطاق الدولة الموريتانية. الدكتور عيسى حمادي مندوب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ألقى كلمة تطرق فيها لتاريخ اللغة العربية. اللغة العربية في إفريقيا سكنت وتوطدت أصولها مع الفتوحات الإسلامية الأولى منذ دخول الفاتح عقبة بن نافع بلاد المغرب العربي، ثم انتشرت رقعتها واتسعت وترسخت جذورها في هذه البلاد الطيبة المباركة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها كثير من الدول الإفريقية، ظلت واقفة شامخة تناطح السماء، واستمرت حية كريمة، واستعصت على الزوال والاضمحلال. رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السيد البكاي عبد المالك أكد أن المؤتمر جاء ثمرة جهود كبيرة قامت بها الهيئة الإدارية والعلمية في المجلس لتحضير هذا الحدث الهام. إن المؤتمر الذي تحضرون اليوم انطلاق فعالياته، والتي ينتظر أن تدوم على مدى 3 أيام كاملة، هو ثمرة جهود مضنية قامت بها الهيئات الإدارية والعلمية بمجلس اللسان العربي بموريتانيا على مدى شهور عدة. ويسرني أن أقدم لكم في هذه العجالة نبذة موجزة عن الجانب المتعلق بالنواحي العلمية، وخصوصا منهجية العمل التي اتبعتها اللجنة العلمية للمؤتمر. أيها السيدات والسادة، ما إن أعلن المجلس عن تنظيم مؤتمر دولي للغة العربية في إفريقيا حتى تهاطلت علينا المشاركات والأوراق العلمية من كل حدب وصوب، وقد بلغ عدد البحوث والملخصات التي تقدم أصحابها للمشاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية حوالي 150 بحثاً من 22 دولة مصحوبة بسير ذاتية للمشاركين. وقد تمثلت مهمة اللجنة العلمية في اختيار 37 بحثاً هي التي يسمح بها الوعاء الزمني للمؤتمر. منهجية العمل: تبعت اللجنة العلمية للمؤتمر التي ضمت أساتذة جامعيين أكفاء منهجية علمية مكونة من 3 مراحل لفرز البحوث وترتيبها، وحددت لكل مرحلة جملة من المعايير، وذلك على النحو التالي. في المرحلة الأولى اتبعت اللجنة معايير الفرز التالية، وهي المرحلة الإقصائية أو المعايير الإقصائية. أصالة البحث: تقصى البحوث المشكوك في صحتها أو في صحة نسبتها إلى أصحابها. 2. الانسجام مع موضوع الندوة: تلغى البحوث التي لا تلتزم بمحاور الندوة. 3. القيمة العلمية:
تلغى البحوث التي ليست لها قيمة علمية أو التي تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم المنهجي أو التي لا يتوفر فيها السلامة اللغوية المطلوبة. رابعاً، عدم احترام الآجال الزمنية التي حددتها اللجنة العلمية. تلغى الملخصات التي لم يرسل أصحابها البحوث في صيغتها الكاملة في الآجال المحددة. وفي المرحلة الثانية، أخضعت البحوث والمشاركات للمعايير والإجراءات التالية: 1. تصنيف البحوث بحسب الموضوعات والمحاور ومن حيث جنسية أصحابها. 2. ترتيب الأوراق المشتركة في مشتركة في موضوع واحد بحسب قيمتها العلمية ووفقاً لنظام تقويمي صارم. 3. ترتيب الأوراق البحثية من حيث مصدرها، ترتيب الموضوعات الصادرة من بلد واحد من حيث القيمة العلمية والإحاطة بالموضوع والدقة في التناول لضمان تمثيل أوسع للدول. وفي المرحلة الأخيرة، خضعت اللجنة لقواعد الفرز التالية، وهي مرحلة الفرز النهائي: 1. اختيار العدد المطلوب من البحوث التي يسمح بها الوعاء الزمني الندوة، وهي 37 بحث تقدم على مدى 3 أيام. 2. ضمان تمثيل جغرافي أوسع لكن ليس دائما على حساب القيمة العلمية، فقد توجد لدينا على سبيل المثال 4 أوراق مصنفة في فئة واحدة من حيث نظام الجودة، 3 الأولى منها من دولة واحدة، فيتم اعتماد الورقة الرابعة في الترتيب وإن كانت أقلها من الناحية العلمية لضمان التمثيل الجغرافي. 3. ضمان التوازن بين المحاور الثلاثة. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث تمارس الأندية الثقافية والشبابية في مدينة العيون أنشطة ثقافية متعددة برعاية المندوبية الجهوية للثقافة والصناعات التقليدية في الولاية. التقرير التالي يسلط الضوء على نماذج من هذه الفعاليات. هنا في مدينة العيون، من يهتم بالشأن الثقافي ويكرس حياته للتعليم والتأليف. واحد من هؤلاء انتبذ لنفسه مكانا قصيا في حارة من المدينة، جليسه الكتاب والمعرفة زاده، وقضيته تفجير طاقات التلاميذ واكتشاف مواهبهم، وذلك من خلال التعاون مع المربين وأباء التلاميذ. كنت دائما أهتم بالتأليف، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التربوية التي تهم المربي، وخاصة في المجال التربوي. وكثيرا ما ألح على زملائي أنه ينبغي أن تكون هنالك برامج معينة لا يتخرج التلميذ إلا ويحفظها، على سبيل المثال كعبيد ربه جرم، على المعلم أن لا يتخرج من مدرسة تكوين المعلمين إلا يحفظ، وكذلك كتاب الأخضري. هذه مبادئ، وكذلك الإملاء بحذافره، كل ما يتعلق بالإملاء وكل ما يتعلق بالنحو، هذه مبادئ ينبغي على المعلم أن لا يتخرج من المدرسة إلا هو متقن لها. ولهذا الرجل قضيته مع البحث والتأليف عامة، واليوم لا يبرح في مكتبته، يطالع الكتب وينتقي منها شوارد العلم ومضامن المعرفة ليخرج لقرائه الجديدة والمفيدة. عندي هنا مذكرة أخرى حول يعني موضوع بكر لم يتطرق له غيري، علاقة التاريخ بالمنهاج التربوي الموريتاني، وتحدثت فيه وأسرت فيه ونبهت على الدور الذي يلعبه التاريخ في 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 تربية النشأ، ونبهت إلى أنه مادة مهمة ينبغي على المدرسين والمؤطرين وعلى الدولة أن تنظره بعين الاهتمام. رسالة هذا المربي إلى الأجيال الصاعدة هي الثقافة التي تنفع الناس وتمكث في الأرض. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة الثقافية، نعود للتذكير بأهم ما جاء فيها. الوزير الأول يشرف بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاقة أعمال مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني. مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا يناقش مواضيع مهمة أبرزها الأدب العربي ومستقبل اللغة العربية في إفريقيا. مدينة العيون حضور بارز للثقافة والتأليف. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.